بركات هذا الشوط، شوط جديد ينطلق، منافسات حاضرة، تحديات مستمرة، انطلاقات متواصلة في سلسلة أشواط هذه الفترة المسائية. الكلمة تنتقل للزميل سلطان السعيدي. شكرا للزميل الكريبي بن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. التواصل في تحديات هذا المساء مع انطلاقات سن اللقاية ومع شعارات أبناء القبائل ضمن المهرجان السنوي الغالي، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، حيث نتابع معكم منافسات هذا المساء بتحدي ولا أجمل من هنا من ميدان الشحانية في هذه الأمسية الرائعة والجميلة. ثامن الأشواط المسائية هو المنطلق والذي يسير بين جنبات هذا الميدان، السيارة بالانتظار، تحديات على مدار الخمسة كيلومتر إلى مقدمة الشوط. مباشرة نسير مع الصدارة لنتابع تابع نشوان على المقدمة، يتقدم بشعار حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي من يأتي مع الصدارة الأولى ليقدم لنا نشوان على المركز الأول، بينما نقلتنا مباشرة إلى ثاني المراكز، هذا رمز على المركز الثاني، يأتي بشعار علي بن محمد بن زيد بن انديله المري من يقدم انطلاقة رمز على المركز الثاني وثالث المراكز. هذا هو شايش القادم، هذا شايش الحاضر بشعار علي بن حمد بن علي بن مقارح ليقدم لنا شعاره، شعار الشوط المفتوح، يأتي بتحديات شايش في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما ناخذ المركز الرابع، رابع المراكز، هذا الوصول من مايهاب خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي من يقدم لنا شعاره من خلال تقدم مايهاب محتلا للمركز الرابع. المركز الخامس متابعين الكرام، يأتي أيضا التقدم من ثمين حسين بن علي بالسيقان المري مقدما لنا ثمين في هذه الأشواط الثمينة وفي هذا المهرجان الغالي. مع المركز الخامس يأتي شعار بالسيقان، هذا النداء الأول، هذه المراكز الخمسة وهذه الأسماء التي تسير خلف المراكز نتابعها من خلال هذا النقل الحي والمباشر بقناة الريان. شكرا يا مخرجينا، نتابع كل التحديات من كافة الشعارات الحاضرة بلمسات مخرجين المتميزين دائما لنتابع كل الإثارة، كل التحدي، كل المنافسة الحاضرة في أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي. أجواء رياضية جميلة، أجواء غايمة هنا في ميدان الشحانية لنتابع معكم إثارة، تحدي، منافسة كبيرة في هذا المهرجان. شايش مع الصدارة غير بشعار بن مجارح يتقدم مع المركز الأول بهذا الاندفاع الجميل. علي بن حمد بن راشد بن مجارح من يأتي مع الصدارة الأولى ليقدم لنا تحديات شايش مع الصدارة مع المركز الأول، بينما في ثاني المراكز نتابع على المركز الثاني في منافسات هذا الشوط. رمز 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 حاضر بشعار علي بن محمد بن زيد بن انديلة المري من يقدم لنا رمز، ولكن تحرك مايهاب في هذه اللحظات، بدأ يتقدم بشعار خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي من يقدم لنا مايهاب في هذا الشوط منطلق ويغير إلى المركز الثاني. المركز الرابع عليه الرقم أربعة، هذا هو مسير عبد الهادي بن علي المشروم، بدأ يقدم لنا شعاره مع المركز الرابع. المركز الخامس سكر قادم بشعار عبيد بن سلطان بن رشيد يقدم لنا شعاره على المركز الخامس، والتدخلات تأتي في هذه اللحظات من قبل الأبجر الحاضر بشعار عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب العامري. ما شاء الله، شاهد هذه الأسماء، تابع هذه الشعارات القادمة، ما شاء الله وتبارك الرحمن، منظر ولا أجمل نشاهده من خلال هذه اللقطات الجميلة. ما شاء الله، تابع الإثارة، تابع المنافسة، نشاهد معكم تحديات المساء مع انطلاقات سن اللقاية، السيارة بالانتظار، الناموس إلى أين سيذهب مع هذه الأسماء؟ هل سيبقى أم يغادر إلى دول الخليج بتحديات رائعة؟ أهلا بكل الضيوف الحاضرين والمشرفين هنا في ميدان
ميدان التحدي في ميدان الشحانية، الصدارة مع شايش، المركز الأول مع شايش حتى هذه اللحظات. الله الله الله، علي بن حمد بن راشد بن مجارح من يبحث عن تحديات أخرى في هذا المساء من خلال تقدم مجارح، من خلال تقدم شايش على الصدارة وعلى المركز الأول ما شاء الله وتبارك الرحمن. المركز الثاني، ثاني المراكز نتابع أيضا الانطلاق والتحدي من مايهاب خليفة بن محمد بن زاهرة الخيلي، ولكن شاهد ورصد مزعل قادم بأول ندى بشعار مطر بن محمد بن دحروي العامري يحمل أول ندى في منافسات الشوط مع المركز الثاني. يغير المركز الرابع، رابع المراكز نتابع التقدم من جلمود أو الأبجر عبد الله بن محمد بن سهيل بن ذويب، ولكن شعار بن مرخان بدأ يقدم لنا حطام محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي يقدم لنا شعاره مع تقدم حطام. المركز الخامس، الوصول من شهاب فاران بن محمد بن قريع المري، ولكن الصدارة المقدمة المركز الأول مع تحديات هذا الشوط. يا سلام من الجانب اليمين، مزعل 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 يتقدم بشعار مطر بن محمد بن دحروي العامري في اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، ولكن هنا شايش، شايش بشعار بن مجارح يأتي بالانطلاق الجميل في اللحظات المثيرة. شعار الشلفة بالفعل شعار الشوط المفتوح، شعار الشوط الرئيسي بن مجارح يطمع بتسجيل النقطة المسائية الثانية. سلام 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 يا شايش ما شاء الله على هذا الشكل الجميل والأداء الرائع. تهانينا والناموس لعلي بن حمد بن راشد بن مجارح، روح 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 بالفعل بناموس الشوط ما شاء الله وتبارك الرحمن. اللحظات المثيرة، سلام 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 يا شايش، متعود على النواميس بن مجارح دائما يهدي جمال ماهيره ومحبين هذا الشعار. تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصل مزعل لمطر بن محمد بن دحروي العامري، ثالث المراكز مع المركز الثالث حطام محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، سوف نتعرف على بقية المراكز فيما بعد، ولكن كان شعار بن مجارح حاضرا مع الموعد من خلال فوز شايش بالمركز الأول في تحديات هذا الشوط. المركز الرابع متابعين الكرام كان الوصول والتحدي أيضا من جلمود مبارك بن محمد المهيري، والمركز الخامس من وصل دكتور لراشد بن حمد بن ضعيف الكتبي. هذه النتيجة مع المراكز الخمسة، ولكن عودتنا إلى شايش وتوقيته الزمني، قطع مسافة الخمسة كيلو متر في 7 دقائق 27 ثانية 45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن حمد بن راشد بن مجارح على فوز شايش بالمركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول من مزعل، توقيته الزمني 7 دقائق و30 ثانية 51 جزء من الثانية. تهانينا لمطر بن محمد بن دحروي العامري على فوز مزعل بالمركز الثاني. المركز الثالث كان حطام بشعار الصعب في 7 دقائق و30 ثانية 95 جزء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي على فوز حطام بالمركز الثالث.